بنوب، وكانت تتدخل بحياة اللي حواليها بأي طريقة. أحياناً كانت تراقبهم من شباكة، وأحياناً ما كان عندها مشكلة تهددهم. هاي قطعة من الطقم اللي جابت لك يا أمك. فيك تقولي لي شو كانت عم تساوي ببيت أمل وقت اللي احترق؟ وأحياناً كانت تقبض ثمن سكوتها. عيار 24 ما هيك؟ يسلموا ايديك يا قلبي، ميرسي. يلا انا بدي روح، تعي هاتي بوسك. بكره كل الجرايد والمحطات رح يحكوا عن جريمه قتلها، وكلهم رح ينزلوا صورتها ويكتبوا تحتها انه المرحومه كانت حدا منيح، وما حدا رح ينفي هالحكي لانه نحن متعودين ما نجيب سيرة الميت غير بالمنيح. وأول وحدة عرفت بالخبر كانت أختها، مع أنه هي كانت متوقعة هالشي لأنه شافتها بالمنام، ومع هيك تضايقت وصفيت لحالها بهالبيت مع كم صورة وشوية ذكريات قديمة.